يواجه المنتخب سويسرا منتخب سكوتلاندا في الجولة الثانية من كأس أمم أوروبا لكي تشاهد معنا هذه المباراة ما عليك فضل الضغط بزر اللايك والاشتراك بالقناة وشكرا لكم مسبقا ملعب المصطفى المباراة ملعب كولون ستاديوم توقيت المباراة سوف يكون في الساعة 8 مساء بكل من توقيت تونس والمغرب والجزيرة والساعة 9 بتوقيت القاهرة والساعة 10 بتوقيت قطر والسعودية والإمارات وسوف تنقل المباراة عبر قناة بين سبورت ماكس وحيد الناقل الحصري والبث المباشر لعيد مباراة القويه اليوم تجدون البث في صندوق الوصف عند بدايه المباراه نتمنى لكم فرجه ممتعه لا تنسوا لايك والاشتراك بالقناه واضربكم موعد في, في موعد قادم